يعرفه العامة بالأستاذ الجامعي والمحلل السياسي وكاتب الرأي، سليل أسرة صحراوية عريقة عرفت من أين يؤكل الجمل بما حمل، فجمعت بين التجارة والثروة والنفوذ والسياسة والدبلوماسية والمقاومة والدفاع عن المقدسات والحدود. فشل مع الرفاق الشيوعيين في الوصول إلى البرلمان، فدخل نادي المظليين وأحسن التحليق مع الحمامة التي أوصلته إلى جهة الأمان. اقتلع الوردة من باب الصحراء وجردع عربها القوية في انتخابات شدت إليها الأنظار وفصلها القضاء بقرار. يبغى يخدم مرحبا، يعري على دراعه ويجي معنا وتعاون معنا، واللي جا بغى يدير العصابة الرويضة أنا راه ما ساهل لا لعب الوهاب الفقيه ولا حتى شي واحد. فهل يستطيع الرئيس الجديد تحقيق الإقلاع التنموي بجهة تعيش على كرضية الإنعاش ومساهمات الدولة؟ كيف سيعالج الدكتور ملفات جهة إقليم الشائكة وقضاياها الساخنة؟ وأي سبيل لتنزيل الجهوية المتقدمة؟ لماذا يرى فيه الخصوم والمعارضون أنه لا يعدو أن يكون طيف وزيرة وكفى؟ وهذا فخر لي أنا، بالعكس لا يضيرني في شيء أن تكون هي القوة الضاربة من ورائي. في برنامج لقاء خاص على مجموعة راديو بلوس، عبد الرحيم بعيدة الأكاديمي الذي تحول من أستاذ ورئيس قسم إلى أستاذ ورئيس جهة يجيب على كل الأسئلة.